تحل مسألتك قبل ما تروح اللجنة. ادي ورقة اهي، خلي بالكو، ولازم كلنا نعمل كده. هنجيب 8 حالات مهمين قوي قوي، لازم تعملها يا وحش. هتعمل هنا قاف دال كاف خلال ربع دورة من رأسي. الفيض قبل الدوران بإيه؟ الفيض بعد الدوران صفر، يبقى دلتا فاي سالب بإيه؟ هنا قاف دال كاف خلال ربع دورة من الأفقي. الفيض قبل الدوران صفر، بعد الدوران بإيه؟ يبقى الدلتا فاي طلعت موجب بإيه؟ يبقى دلتا فاي خلال ربع من رأسي سالب بإيه؟ ده حسب قانون فاراداي. دلتا فاي خلال ربع من الأفقي موجب بإيه؟ الزمن هنا قد الزمن هنا، قاف دال كاف هنا قد قاف دال كاف هنا، بس دي بإشارة موجبة، هتبقى دي بإشارة سالبة. يبقى ربع من رأس في وش، ربع من الأفق في وش، تحتيها نص من رأسي ونص من الأفقي. أدي أربع حالات. الناحية التانية، قاف دال كاف خلال تلات أرباع من رأسي، في وشها قاف دال كاف خلال تلات أرباع من أفقي، وتعرفوا دلتا فاي بإشارته، ودلتا فاي دي إشارته والنبي مهمة. تحتها قاف دال كاف خلال دورة كاملة من رأسي، دورة كاملة من الأفقي، يطلعوا دول صفر وصفر، وهنا قاف دال كاف خلال نص من الأفق صفر، يبقى أنت عندك قاف دال كاف خلال ربع بتساوي خلال نص، لكن قاف دال كاف خلال تلات أرباع تلت قاف دال كاف خلال ربع أو خلال نص. أوعى تنسوا، بجيب الفيض قبل الدوران، ببص على الزاوية بين مستوى الملف والمجال، بجيب الفيض بعد الدوران ببص على الزاوية بين الملف وبين المجال. تبقى شطار قوي بقى. افرض أنا كنت رأسي، حلو، أنا كنت رأسي تمام، يبقى كنت عامل مع المجال بتاعي 90، يبقى ادي المجال بتاعي وانا كنت رأس كده. طب استنى، طب انا دورت كده وعملت مع وضع مع دورت بمقدار 60 درجة، انا كنت كده جيت كده 60 درجة، يبقى اصبحت الزاوية بينه وبين المجال 30، يبقى الفيض كان قبل كان بايه، الفيض بعد نص بايه على فكرة، وتجيب دلتا فاي عادي جدا، صح؟ ممكن بقى جزء الدورة ده في مقلوب التردد، روح مديني قائد، مديني دلتا تي، تمام؟ وحشنا.